كثفت قوات النظام وحلفائه الروس القصف الجوي والمدفعي على طريق الكاستيلو في مدينة حلب ليحمل صفتي الحياة والموت في الوقت ذاته لسكان الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة الثوار ومحاولة إضافتها لقائمة المدن المحاصرة. المزيد نتابعه معا في التقرير التالي. يحاول النظام وحلفاؤه قطع شريان الحياة الوحيد لمدينة حلب عبر القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على طريق الكاستيلو، مستهدفين سيارات المدنيين وشاحنات الغذاء والوقود في رحلة سيرها من وإلى المدينة، سعيا إلى إضافتها إلى قائمة المدن السورية المحاصرة. أربع غارات على مستوى الجندول، الحمد لله رب العالمين، أضرار مادية ضربت جسر، هاي وحدة هون، هاي صاروخ هون، قنابل عنقودية، هاي صاروخ هون، المدينة الضاربة في أعماق التاريخ صنفت قبل عامين كأخطر مدينة في العالم، حتى قبل أن تتعرض لأشرس هجمة جوية منذ نهاية نيسان الماضي، هجمة طالت البنى التحتية والمؤسسات الصحية وخاصة المشافي. واليوم محاولة الخروج والدخول إلى أحيائها الشرقية حيث يقطن نصف مليون شخص باتت تعتبر سيرا في طريق الموت المحفوف بالرصاص والقذائف. وين أخوك الله؟ أخواتي الاثنين وأمك. أخذوهم على المشفى يعني أسعفوهم؟ إيه عم شافوا الزغزوغ. الله يستر فيك يا ظالم. طريق الكاستيلو تعرض خلال 24 ساعة الماضية لخمسين غارة وأكثر من 1500 قذيفة مدفعية وصاروخية، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى. عجزت فرق الدفاع المدني عن نقلهم على الفور بسبب كثافة القصف على الطريق، وبذلك يكون الكاستيلو أخطر طريق في أخطر مدينة في العالم. وعن التطورات العسكرية من ريف حلب ينضم إلينا من تركيا المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر. أهلا بك حضرة العقيد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. يعني حضرة العقيد، إلى ماذا تهدف الحملة الأخيرة على طريق الكاستيلو في الوقت الذي يتغافل النظام عن تنظيم الدولة على طول جبهاته؟ يعني حقيقة النظام يريد أن يستكمل حصاره وتضييقه على مدينة حلب بعد أن طوقت داعش وقوات البيدي الخناق على الريف الشمالي باتجاه مارع وباتجاه اعزاز، وهو يريد أن يقطع الرئة التي يتنفس بها السكان باتجاه الأرياف باتجاه الريف الغربي، خاصة بقصفه المستمر على تلك المنطقة من أجل قطع أي ترابط ما بين الريف وما بين المدينة والتضييق وخناق مدينة حلب. نعم، طيب برأيك ما الغاية من الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى الغارات الجوية على ما تبقى من مناطق الثوار على الحدود التركية؟ طبعا كل له أهدافه، يعني البيدي له أهدافه في وصل كانتوناته من عين ديوار إلى الجزيرة، يعني هذا هدفه من أجل إقامة الفيدراليتية أو ما يسمى إقليم روج آفا أو غرب كردستان، إقليم غرب كردستان أو روج آفا. وتنظيم الدولة يريد أن يحافظ على مطرح قدم أو مداس قدم في الحدود الشمالية من جرابلس إلى مدينة إعزاز، وخاصة أن تلك المنطقة تعني رمزية له بوجود مرج دابق والأماكن المجاورة لمدينة مارع، وفي فكره وفي إيديولوجيته يعني لا يريد أن يتخلى عن تلك المنطقة للبقاء متواصلا مع الحدود أيضا التركية من أجل إدخال المقاتلين أو إدخال العتاد أو الأسلحة تهريبا من تلك المنطقة. يعني لا نقول أنه يتم تزويده من قبل تركيا أو كذا، بس ممكن أنه يريد يظل على تواصل مع الحدود التركية. هذا حقيقة بالنسبة للأطراف المتنازعة على الحدود التركية. طيب كيف تفسر السقوط السريع للعديد من القرى الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في ريف مدينة منبج أمام قوات سوريا الديمقراطية؟ تماما، يعني أنا للأسف ضد الفكرة التي تقول أن تنظيم الدولة ينسحب انسحابا أو يسلم تسليما، يعني
ولو كنا نخالفه بإيديولوجياته وضمن عقلياته وبجرائمه، ولكن الآن هذا معارك. وفي التكتيك هناك قاعدة تقال الانسحاب، الانسحاب عندما لا تكون قادرا على صد الهجمات وتكثف عليك الغارات الجوية. يعني مثل لاحظنا أن الثوار انسحبوا من قرى في الريف الشمالي أثناء معركة منيخ نتيجة الغارات الروسية الكثيفة يعني جدا، والغارات التي مورست عليهم. فإذا هناك قاعدة تقول أنك إذا لم تقدر على الدفاع عن نفسك ضد الهجمات الجوية فممكن أن تنسحب وتضيق المساحات التي تدافع عنها لتقوي خطوطك. يعني ممكن أن ينسحب من القرى التي لا تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة له ويتموضع حوالي مدينة منبج ويقوي دفاعاته. يعني هذا أنا بتصوري لا يقول أنه انسحاب أو ما انسحاب، تحت ظل قصفات التحالف، وخاصة أنا على علم يستخدمون القنابل الارتجاجية وإحالة الأرض إلى محروقة، فيعني لا يمكن لأي فصيل البقاء تحت الضربات الجوية الكثيفة لقوات التحالف. يعني بالأمس نفذت 18 غارة جوية، 18 غارة يعني معناته ضربوها بأربع صواريخ، فإذا تقريبا شيء 80 صاروخ فراغي أو شديد التفجير، وإضافة إلى الحمولات بالأطنان من القنابل التي تحملها الطائرات تحيل الأرض إلى محروقة حقيقة. فإذا الأجدى الانسحاب وتضييق الطوق أو تضييق المنطقة المدافع عنها لكي لا يتحمل خسائر كبيرة. يعني ليس دائما الانسحابات هي تسليم واستلام ما بين النظام وما بين البيدة والداعش. نعم، شكرا لك المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر، كنت معنا من تركيا.